تحت شعار أرصدة الغد، احتفل قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة إقليم سبا بتخريج الدفعة الثالثة بدعم من مؤسسة ائتلاف سبا للتنمية والسلم الاجتماعي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد سالم الجدسي. بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور عبد الناصر سودان، احتفل قسم المحاسبة بتخريج الدفعة الثالثة تحت شعار أرصدة الغد في حفل التتويج الذي يقيم بصالة مأرب الكبرى. تضمن العديد من الفقرات الإنشادية للزهرات والرقصات الشعبية المعبرة والتي نالت استحسان الحاضرين. عميد كلية العلوم الإدارية والمالية دكتور عبد الناصر سودان أوضح عدد الدفعات المتخرجة منذ تأسيس الكلية وأهمية دور الخريجين في بناء الوطن. طبعا نحتفل اليوم بتخرج الدفعة الثالثة من قسم المحاسبة كلية العلوم الإدارية والمالية. طبعا تقريبا خلال 6 سنوات تخرج من الكلية ما يقارب 800 طالب وطالبة موزعين على 5 أقسام، منها 3 دفع في قسمي المحاسبة وإدارة الأعمال، دفعتين في قسمي المصارف والتسويق، والدفعة الأولى في قسم الإدارة العامة. عدد من الخريجين عبروا عن الفرح والابتهاج بهذا اليوم الجميل. أولا أشكر جامعتنا الموقرة جامعة إقليم سبا على ما توليه من اهتمام لطلابها الكرام في الخدمات التعليمية والتربوية وتقديم أجود ما يمكن أن تقدمه من برامج في خدمة التعليم. ونشكر عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور عبد الناصر سودان ورئيس قسم المحاسبة الدكتور أحمد النور على ما كانت قدوتنا في تعليمنا، وكان ملهمنا ومعلمنا في كثير من الأمور. وشكرا لهم جميعا، وشكرا لكل الحاضرين ولكل من حضروا حفلنا في هذا اليوم، حفل تخرجنا الذي هو ليس إلا يوم يعني لحياة عملية جديدة. الحمد لله الذي أوصلنا جميعا إلى هذه اللحظات، إلى لحظات التخرج التي لطالما انتظرناها على مدار 4 سنوات عانينا فيها رغم ظروف البلاد والمشقات والصعوبات، إلى أننا وصلنا إلى لحظات التخرج. فالشكر موصول إلى جامعة إقليم سبا التي كانت لنا عونا وسندا في هذه المرحلة التعليمية. كذلك الشكر موصول إلى عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور عبد الناصر سودان، وأخص بالشكر الدكتور أحمد النور رئيس قسم المحاسبة الذي كان لنا أبا وسندا وعونا. المبادرة النوعية لمؤسسة ائتلاف سبا للتنمية والسلم الاجتماعي في دعم دفعة الخريجين يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل ائتلاف سبا بقيادة الأستاذ عبد الله جمالة كأول مبادرة لمنظمة المجتمع المدني لدعم طلاب جامعة إقليم سبا. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.